وجه آخر، وجه آخر أيها الإخوة، كما طرح الله تبارك وتعالى الأمراض، لماذا لا تروعون الأمراض مثلا البعوضة؟ أنا أضرب بها المثال دائما، والله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الصغر أو أكبر منها. الآية تحتمل المعنيين. هذه البعوضة الحقيرة أيها الإخوة، قلت لكم أكثر من مرة، قتلت عبر التاريخ أكثر مما قتلت كل الحروب والجزارون والديكتاتوريون. البعوضة تقتل يوميا، اليوم تقتل يوميا 8000 طفل كل صباح في جنوب الصحراء الكبرى بأمراضها. هذه البعوضة كل يوم مجزرة، كل يوم مجزرة 8000، 8000، لا أحد يشعر بهم، لا أحد يسخط على البعوضة ولا حتى على الله خالق البعوض. انتبهوا، هنا مسألة نفسية سنختم بها اليوم. القدرة الإلهية طرحت الأمراض أيها الأخوة، طرحت الأمراض، طرحت الموت، طرحت العجز والضعف والشيخوخة، طرحت فقد أعز من نحب من آبائنا وأولادنا وأصدقاء وخلاننا يموتون، لكن لا نسخط كثيرا إلى هذه الدرجة. ما الذي يحدث؟ وأحيانا ينجح الإنسان في تجاوز هذه التحديات باستجابة سليمة، يتجاوزها ويفلح وتحسن الحياة وتجمل، لكن بماذا؟ بفعل إيجابي يشكل استجابة للتحدي الرباني. الله يريد هذا. يبدو أن فلسفته في الابتلاء والخلق أيها الإخوة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، تريد هذا، تريد هذه الاستجابة، وخلقنا لهذا وأعطانا القدرة على المعرفة لهذا، من أجل إيه؟ أن تستثمر في الاستجابة للتحدي الإلهي. يقول مؤرخو الأمراض ومؤرخو الأسر المالكة إن الملكة آن، وهي آخر ملوك أسرة سيوارت في بريطانيا العظمى أيها الإخوة، قد حملت في آخر 17 سنة من القرن 17 18 مرة، يعني معدل مرة كل سنة على الأقل، لكن كانت تجهض، لذلك أصبحنا 18 مرة، ولم تنجح في أن يولد لها مولود حي إلا في 5 مرات من 18 مرة، وللأسف لم ينجح واحد من هؤلاء المواليد الخمسة الذين يعني نجوا حين ولدوا أحياء، لم ينجح واحد في أن يتجاوز سن الطفولة، ماتوا جميعا قبل أن يراهقوا البلوغ. يقول علماء القرن 21 اليوم لم يثبت أن هناك أي خلل وراثي في الملكة أنا أو في أسرتها، لم تكن تعاني من خلل وراثي أيها الأخوة. أما طبعا ما توفر لها من الضمانات والكفالات والرعاية الصحية والطبية، بلا شك أعظم ما يمكن أن يوفره المال، مال ملكة، وإن كان ذلك طبعا حصل قبل أن تتوج ملكة حتى نكون أمناء مع التاريخ، لكن هذا ما حصل. ما الذي حدث؟ يقول المؤرخون أيضا أنفسهم، مؤرخون الأمراض والطب، يقولون في عصر القنص والجمع، الهانتينج والكاثرينج، قنص الصيد يعني، والكاثرينج اللي هو جمع الجذور والثمار، ما قبل العصر الزراعي كان متوسط عمر الإنسان لا يتعدى ما بين 20 إلى 30 سنة. العجيب أن الحال ظل كذلك إلى نهاية العصور الرومانية والعصور الوسطى، متوسط عمر الإنسان في غرب أوروبا، تبعوا في العالم الإسلامي في العصور الوسطى لدينا مئات بل آلاف العلماء المحدثين، 80 سنة، 85 سنة، 90 سنة، عجيب، هنا من 20 إلى 30، متوسط هذا أفريج، ما في من 20 إلى 30. لم تحدث النقلة الهائلة إلا عام 1780، ارتفع أيها الإخوة إلى 40 سنة، 1915 50 سنة، 1930 60 سنة، 1955 70، والآن ينازل 80. بماذا؟ لأول مرة عبر آلاف السنين، بفضل الله طبعا، ثم بفضل نظرية الجراثيم والرعاية الصحية والطبية والتكنولوجيا الطبية، استجاب الإنسان للتحدي. هل تسمعون اليوم بالطاعون؟ للأسف سمعنا به في ليبيا قبل أشهر، ينفجر حيث أشياء معينة في هامبورغ 1905، هامبورغ في ألمانيا، هنا ألمانيا، كان الناس يشيعون كل صباح 1000 إنسان، كل صباح 1000 إنسان، 1905 على مدى العام 1000 إنسان كل صباح، بفعل ماذا؟ الكوليرا التي تنفجر حيث القذارة ومجافات النظافة، كوليرا، الآن كوليرا لا يكاد أحد يسمع بها. الطاعون في 3 سنوات أيها الإخوة من القرن 14 حصد ثلث سكان أوروبا، في 3 سنوات، 3 سنوات فقط ثلث سكان أوروبا قضوا بفعل الطاعون، البليغ. أين البليغ اليوم؟ أين الطاعون؟ في كتب التاريخ، تاريخ الطب والأدواء، انتهى كل شيء بفضل الاستجابة الإنسانية. حتى هذا البعوض
المرعب دراكولا الأكبر. دراكولا إيه الأعظم هذا البعوض؟ العلماء لن يتركوه وحده، ولا تزال الأبحاث الآن من أكثر من 15 سنة تتواصل لتعديله جينياً وراثياً بحيث يكف شره عن ابن آدم، يكف شره عنه. كيف سيكف شره عنه؟ باللعب، اللعب بالبرنامج إيه؟ ما نقول الوراثي للبعوضة. البعوضة طبعاً تشتهي رائحة الإنسان، تعرفه بالريح عن بعد 60 كيلومتر. انتبه، صعب جداً، عن بعد 60 كيلومتر تشم الرائحة تأتيك مباشرة. أنثى البعوض طبعاً، الذي يلدغ هو أنثى البعوض، سيلعبون بها لكي تفضل روائح أخرى، يفتحوا لها متحف روائح ثانية، ستترك الإنسان، سننجو، أنا متأكد سينجحون كما نجحوا في القضاء على الكوليرا وعلى البليغ وعلى أدواء كثيرة جداً جداً، والزهري وغيره والسفلس وأشياء كثيرة، نجحوا هنا. تحدي واستجابة، تحدي واستجابة، هذه هي القضية.